فيما يتعلق بأركان الحق فهناك أو أطراف الحق، الأساس الأطراف الحق وهو الأشخاص، وهنا نميز بين الشخص الطبيعي أو الذاتي وبين الشخص المعنوي. بالنسبة للشخص الطبيعي وهو نحن يعني البشر الإنسان، فالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يولد حيا والذي يبقى إلى حين مماته، والشخصية أو الشخص القانوني أو الشخصية القانونية تثبت للشخص منذ ولادته وفي بعض الأحيان قبل ولادته إلى حين وفاته وفي بعض الأحيان إلى ما بعد موته، فتثبت له منذ ولادته قبل ولادته في رحم أمه حينما يكون جنينا، ذلك أنه يمكن لأبيه أو لأي شخص أن يقوم بالإيصاء له وأن يفتح له حسابا بنكيا إلى أن يزداد. إذن هذا له شخصية، ولكن هذه الشخصية القانونية شخصية قاصرة. لماذا؟ لأن هذا الجنين وحتى ولو ولد حيا فإنه لا يمكن أن يتصرف إلا بعد أن يبلغ سن الرشد التي حددت وفقا لمدونات الأسرة في فصل 209 حددت في 18 سنة. كذلك تبقى إلى حين وفاة الشخص، ولكن يمكن أن تبقى بعد وفاته، لأنه في الفقه الإسلامي وفي القانون المغربي والفقه الإسلامي كما رأينا في الباب الأول أن الفقه الإسلامي مصدر من مصادر القانون بالمغرب، فحتى ولو توفي الشخص، إذا توفي الشخص فإنه يبقى صاحب شخصية قانونية ولو توفي إلى أن تصفى تركته، لأنه لا يمكن للورثة أن يتصرفوا في التركة إلا بعد أن يتم إخراج كافة الحقوق والديون التي على التركة، نفقة جهاز الميت، الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة، وكذلك الديون العادية، ثم الوصايا، وبعدها الموارث. إذن بعد تصفية التركة تنتهي الشخصية القانونية، وإذا لم يقم الورثة بتوزيع وتقسيم الممتلكات التي خلفها الهالك فإن الشخصية القانونية تبقى ما بقيت هذه الأموال، وإذا تم تصفيتها فبطبيعة الحال تنتهي تلك الشخصية القانونية. وكما قلنا يميز في الشخصية القانونية يعني الشخص القانوني لابد أن يكون صاحب أهلية، والأهلية تنقسم إلى قسمين، هناك أهلية وجوب وهناك أهلية أداء. أهلية وجوب هي الشخصية القانونية التي تحدثنا عنها قبل قليل. أهلية الأداء هي أن يكون الشخص قادرا على ممارسة الحقوق وتحمل التزامات. الشخصية القانونية أو أهلية الوجوب أنه يكون أهلا لكي يتلقى حقوقا والتزامات، ولكن لا يباشرها يعني بصفة شخصية، لا يمكن أن يمارسها إلا بعد أن يبلغ سن الرشد. الأهلية تتدرج بحسب تدرج السن، فكلما كان الشخص قاصرا يعني لم يبلغ أو غير مميز يعني 12 سنة فما دونها تعتبر كافة تصرفاته باطلة ولو وافق وليه على ذلك، وبعد أن يحصل أو أن يبلغ 12 سنة من 12 إلى 18 سنة يعتبر قاصرا ناقص تمييز ناقص الأهلية، تصرفاته تدور بين النفع أو ما دام تدور بين النفع والضرر بالنسبة لهذا الصنف فإن تصرفاته تكون قابلة للإبطال، وبالتالي يمكنه أن يبطلها عندما يبلغ سن الرشد داخل أجل سنة كما ينص على ذلك قانون التزامة العقود. وبعدما يبلغ 18 سنة يصبح رشيدا إلا إذا أصيب بسفاه. السفيه هو الشخص الذي يبدر ماله فيما يعده العقلاء عبثا، أو كان معتوها يعني ما يعرف الفقه الإسلامي بذي الغفلة، أنه لا يميز بشكل دقيق بين الصالح والطالح، ثم ما لم يكن كذلك مجنونا، فإذا كان مجنونا فإذا تصرف وهو مجنون فتصرفاته باطلة، ولكن إن بلغ الرشد وهو سليم يعني العقل ولا يبدر أمواله فيعتبر راشدا ويمكن أن يقوم بكافة التصرفات. ولكن القانون فتح المجال بحيث أنه يمكن حينما يبلغ سن 15 سنة أن تمنحه بعض الأموال على سبيل التجربة، إن نجح فيها يمكن أن يرشد في ذلك الجانب المتعلق بتلك الأموال المجرب التي قام بتجريب فيها، وفي كذلك حينما يبلغ 17 سنة يمكن أن يرشد، بمعنى أن إذا أنس فيه يعني وليه أو نائبه تبين له على أنه قادر على أن يسير أمواله بنفسه، ففي هذه الحالة يمكن أن يرشده ما يسمى بالترشيد ليمانسيباسيون ويصبح راشدا كباقي الرشداء رغم أنه لا يبلغ ولم يبلغ بعد سن الرشد القانوني التي حددت في 18 سنة.
إذن كل شخص حينما يكون صاحب أهلية لابد أن تكون له أن يكون له موطن. الموطن هو المكان الذي يمارس فيه أنشطته العادية ويقيم فيه. والموطن الموطن الحقيقي هو المكان الذي يقوم فيه بكافة أنشطته وبأنشطته الرئيسية. الموطن المختار هو حينما يقوم باختيار مكان آخر لممارسة بعض الأنشطة، مثلا شركة تجارية نجد موطنها الاجتماعي أو مقر الاجتماعي بالدار البيضاء، ولكن يختار لممارسة نشاط معين بمراكش، فمراكش يعتبر موطنا مختارا. ثم هناك الموطن الإلزامي أو القانوني وهو أو الإجباري، والذي يفرض على الموظف بحيث يعتبر مكان يعني اشتغاله ومزاولته لوظيفته يعتبر موطنا إجباريا. كذلك الشأن بالنسبة للطفل أو القاصر الذي يعتبر موطن أبويه أو وليه يعتبر موطنا ملزما له. إذن هذا ما يتعلق بالموطن. فيما يتعلق بالذمة المالية لكل شخص ذمة مالية، بمعنى أنه يكون لا تكون له أصول يعني مداخل، وتكون له نفقات أو ما يسمى بالخصوم. والشخص يكون متوازنا حينما تتوازن الأصول والخصوم، ويكون في حالة عجز أو في حالة عسر إذا كانت الخصوم أكثر من الأصول، ويكون يعني في حالة جيدة إذا كانت الأصول أكثر من الخصوم. إذن هذا ما يتعلق بالذمة المالية. ننتقل الآن إلى موضوع الحق. موضوع الحق كما قلنا يمكن بالنسبة لموضوع الحق أن يكون هذا إما عقود إلى غير ذلك من الموضوعات التي يمكن أن يتم اختيارها في هذا الإطار بالنسبة للحق. وبطبيعة الحال محل الحق أو موضوع الحق يمكن أن يكون شيئا مثليا، بمعنى أنه يمكن إذا ضاع أو إذا أتلف أن نقوم بتعويضه بمثله، ويمكن أن يكون شيئا قيميا لا يمكن أن يرد بمثله، وإنما لابد أن نبادله بقيمته. ثم هناك ما يسمى بالأشياء المنقولة والأشياء العقارية، الأموال المنقولة والأموال العقارية. فبالنسبة للمنقولات، المنقول هو الشيء الذي يمكن أن ننقله من مكان إلى مكان دون أن يحدث أي تلف في طبيعته. ما هو الشأن بكل ما يمكن أن نقوم بنقله من كراسي وموائد وطاولات إلى غير ذلك. والعقار، العقار هو الشيء الذي لا يمكن نقله أبدا كالأرض، لا يمكن أن نقوم بنقلها، أو يمكن نقله ولكن بعد أن يحدث فيه تغير في هيئته، تغير في هيئته، كما هو شأن بالنسبة للبنايات والمنشآت والأغراض. فالشجر مثلا، الشجرة إذا أردنا أن نقوم بنقلها سيكون صعبا علينا ذلك. لماذا؟ لأننا ينبغي أن نقوم بقطعها أولا واقتلاعها من الجذور، وإذا قمنا باقتلاعها تتغير في طبيعتها. والمنقول، هناك نوعين من المنقولات. هناك المنقولات بالطبيعة، وهي المنقولات التي نقوم بنقلها والتي في الأصل تعتبر منقولة دون أن يعني دون أن يحدث أي تغير في هيئتها إن نحن قمنا بنقلها. وهناك منقولات بحسب المآل أو المصير. المنقولات بحسب المآل أو المصير وهي عقارات في أصلها، ولكن ما دامت هذه العقارات تصبح منقولات فمصيرها أن تصبح منقولات، سميت بالمنقولات بحسب المآل أو المصير. ومثال على ذلك مثلا أن الشجر الذي قلنا الشجرة، مثال الشجرة، حينما نقوم باقتلاعها وتقطيعها إلى أخشاب، فهذا الخشب يصبح منقولا بحسب المصير. أهمية التمييز بين العقار والمنقول هو أن العقار لا يمكن أن نقوم بنقله بمجرد عقد شفوي، لكن لابد أن نقوم بالتزام بمقتضيات القانون، إما فصل 489 من قانون التزامات العقود إذا كان العقار غير محفظ، أو مقتضيات المتعلقة بالتشريع بالتحفيظ العقاري كما ينص عليها قانون التحفيظ العقاري لسنة 2011، يعني أن نقوم بتسجيله وفقا للقانون. ثم ننتقل إلى العقارات. أنواع العقارات، هناك العقارات بالطبيعة وهناك العقارات بالتخصيص. العقارات بالطبيعة هي العقارات التي لا يمكن نقلها كالأراضي، كما قلنا الأغراس، البنايات، المنشآت، كل ما كان متصلا بالأرض اتصالا قارا. وهناك ما يسمى بالعقارات بالتخصيص، وهي أصلا منقولات يمكن نقلها، ولكن حينما نخصصها ونرصدها لعقار معين ولخدمته فإنها تعتبر من بين تصبح عقارا بالتخصيص. كما هو الشأن مثلا حينما نقوم باكتراء غرفة
في فندق معين، فإننا حينما ندخل إلى الغرفة لا نجد الجدران فقط، وإنما نجد كرسي ونجد طاولة ونجد سريرا، فهذا السرير يعتبر أصلا منقول، ولكن ما دام قد خصص لخدمة تلك الغرفة، وما ذلك ما دام ذلك الكرسي خصص لخدمة الغرفة، وما دامت تلك الطاولة يعني خصصت لخدمة الغرفة، فإنها تصبح عقارا بتخصيص، والنتيجة لا يمكننا أن نبيع تلك المنقولات وحدها، وإنما لابد أن تباع إلى جانب العقار ككل. إذن هذا بشكل عام كل ما يتعلق بنظرية الحق، وهي الجزء الثاني أو القسم الثاني أو الباب الثاني من محاضرة مدخل دراسة القانون، وهي دقيقة مقارنة مع نظرية القانون التي تعتبر يعني يمكن الإدلاء بمجموعة من الآراء والنظريات، ولكن بالنسبة لنظرية الحق فهناك مجموعة من الأمور التي ينبغي الالتزام بها، ينبغي أن نكون على علم وبينة بالحقوق، وهذه تساعدنا في حياتنا العادية لكي نكون عالمين بحقوقنا كي لا نمس بحقوق الأغيار كذلك.